الطاقة عنصر أساسي ومهم في نهضة المجتمعات. من هنا انطلق مؤتمر أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة الذي يناقش التحديات المتعلقة بالتحول نحو الطاقة المستدامة، كما يعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الحدث ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو منظمة حكومية غير ربحية تمثل الذراع الفني لجامعة الدول العربية في موضوع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. الأسبوع هذا يتضمن الكثير من الموضوعات، الكثير من الشركاء ما شاء الله كما رأيتوا، حافل بالحضور، حافل بمؤسسات كثيرة متواجدة. المعرض المصاحب أيضا شفتوا، يعني في الكثير من المؤسسات والجهات الداعمة. طبعا الحديث حول الطاقة المستدامة هو عنوان الحدث، والطاقة المستدامة بكافة أشكالها، سواء تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، التمويل، الآثار البيئية، كل ما يتناول الطاقة المستدامة من موضوعات. ساعد المؤتمر في تنمية المشروعات الصغيرة والمبتدئة التي تعمل على خلق بيئة نظيفة في محاولة للحد من التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على العالم بأكمله. شركة مياه هي بتحاول ان هي تساعد من استدامة المياه. ازاي بنعمل ده؟ بنسهل عملية تحلية المياه او معالجة المياه، سواء كانت تحلية او اعادة استخدام او كمان معالجة المياه، سواء كان صرف صناعي او زراعي. المياه صديقة الطاقة المفضلة، لان معالجة المياه بتحتاج طاقة. احيان كتير قوي من الطاقة اللي احنا بنستخدمها بتبقى من اللي هي الكهرباء، يعني بتبقى من الفوسيل فيولز او بتبقى من المحركات، بتبقى غير نظيفة. فعشان نقدر يكون عندنا وحدة معالجة مياه صديقة للبيئة، محتاجين يكون الطاقة صديقة للبيئة. خلال المؤتمر تم تقديم حلول عملية وتبادل للخبرات بين المؤسسات الخاصة والمجتمع الدولي لتنمية التكامل الإقليمي والتعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.